أستاذ أنا السلام عليكم. وعليكم السلام. إلى أين أنت مسافر؟ أنا مسافر إلى الرياض، سألتحق بجامعة الإمام كلية الشريعة، أريد التخصص في الدراسات الإسلامية. ولكنك تعرف الإسلام جيدا. درست الإسلام باللغة الأردية، وهذا لا يكفي، يجب أن أدرس الإسلام باللغة العربية لأنها لغة القرآن الكريم، ولا يفهم القرآن إلا بها. أنا مسافر إلى القاهرة، سوف ألتحق بجامعة القاهرة كلية الآداب. ماذا ستدرس في كلية الآداب؟ أريد التخصص في علوم اللغة العربية، النحو والصرف والبلاغة. لماذا تريد التخصص في علوم اللغة العربية؟ سأكون مدرسا للغة العربية في جامعة إسلام آباد إن شاء الله، ويجب أن أعرف هذه اللغة جيدا. عفوا، هذا هو النداء الأخير لطائرة الرياض. مع السلامة. في أمان الله.